اروح بيها لخليفه مشكله صناعه الفرص للزمالك. احنا جبنا ارقام قبل كده انه النادي الاهلي على مدار الموسم هو عامل دبل ارقام صناعه الفرص، رغم انه كان ممكن في بعض الاوقات كانت اهداف الاهلي اقل من اهداف الزمالك، يعني كان في نجاعه بالنسبه للاعبي نادي الزمالك، ده حقيقي، بس صناعه الفرص قليله جدا بالنسبه لنادي الزمالك الموسم ده. الزمالك كان اشبه بعمليه المطر من غير برق ورعد، يعني في التسجيل بيسجل من غير ما يمهد للتسجيل، صح، بيبقى عمليه فيها في نوع من انواع المفاجاه، بس انت ما تقدرش تعول على الحاله دي طويل وتبني عليها. مزبوط. بالعكس، دايما الشغل اللي انت الفرقه اللي بتوصل اكتر في النهايه بتسجل اكتر. صح. ممكن طبعا في فرق تكون ما بتوصلش كتير بس عندها حاله هجوميه مميزه، فممكن بتكون بتسجل بأقل الفرص، بس الكلام ده لو انت شايفه بعينك، يعني لو انت شايف مهاجم الزمالك مثلا فينيشر على اعلى مستوى، لا احنا شايفين مهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري مهاجم كويس عادي، مش مميز قوي وسط الدوري المصري، مش احسن مهاجم في الدوري المصري. فمعنى كده ان عمليه احراز الزمالك للعدد كبير من الاهداف مش متناسبه مع حجم الفرص اللي بينتجها الزمالك، فعشان كده العمليه كان ممكن في لحظه الحقيقه العمليه تقف، وهي فعلا وقفت. والزمالك بقى له اكتر من مباراه بيسجل من كرات ثابته بس مش قادر تاني يرجع للعب المفتوح انه يسجل فيه. تعال نبص الجدول بيبين اللي انت بتتكلم فيه ده، اللي هو عدد اهداف الزمالك مع عدد الاهداف المتوقعه مع اجمالي المحاولات مع المحاولات الناجحه. لو الجدول جاهز اوكي، لو مش جاهز هنقول للي بيسمعنا وبيشوفنا ان الزمالك من ضمن الاهلي وبيراميدز والزمالك الثلاث فرق اللي بتنافس في المقدمه. الزمالك اقلهم، رغم ان الزمالك في الاهداف يعني زيه زي بيراميدز، بس في الاهداف المتوقعه اقل كتير من بيراميدز، في اجمالي المحاولات اقل كتير من بيراميدز، والاهلي في المحاولات الناجحه اقل كتير من الفريقين اللي هما بينافسوه عن الدوري. ليها سبب ممكن نبص ليه من ضمن الاسباب زي ما داوود اتكلم في اشرف بن شرقي، انا هزود كمان الظاهرين في الزمالك ما بيقوموش بواجب كبير في ارسال العرضيات بشكل كبير. الزمالك بيعتمد على عرضياته على زيزو، عشان كده لو قفلت على زيزو عرضيات الزمالك بيعاني جدا. تعال نبص لإسهام الأظهرة الهجومي في إرسال كرات عرضية. تعال نبص لجميع الأظهرة اللي بتلعب في نادي الزمالك، يعني مش هقول لك، يعني أنا عملت ريفرنس اتنين لعيبة في الدوري المصري، جوزيف نجويم لاعب فيوتشر وعلي معلول لاعب الأهلي، اللي هي فرق عندها ظهير فعلا مفتاح هجومي. صح. وحطيت بقى مين كل الأظهرة بتلعب في نادي الزمالك، اللي هو حمزة المسلوسي وعمر جابر وسيد نيمار، هتقولنا يا جماعة الجدول التلاتة اللي بيلعبوا في الجبهة اليمنى، وحطينا فتوح ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة التلاتة اللي بيلعبوا في الجبهة اليسرى. الجدول صادم جدا. يلا. الجدول إن لعيب واحد زي جوزيف نجويم أو لعيب واحد زي علي معلول بيعادل جميع لاعبي الأطراف في نادي الزمالك اللي بيلعبوا في اليمين أو الشمال. لا، ده جدول صامت. علي معلول 113 عرضية منهم 9 في ال 14 مباراة، يعني انا فاهم منهم 29 سلام. خلي بالك 29 ده اما تقسمه على 113 يطلع نسبة قليلة شوية، تفسر ان الاهلي ما عندوش مهاجم بيستقبل الكرات العرضيه بشكل كويس. صح. ممكن هي ظاهره في اغلب فرق الدوري المصري، لان فرق الدوري المصري احنا ما فيش مهاجم بارز في الدوري المصري، ولكن المحاولات هنا بتبرز ان في هنا اطراف بتشتغل وفي هنا اطراف غير قادره على ارسال العرضيات. الزمالك مفتاح لعبه الوحيد فتوح اللي بيساهم هجوميا، مساهماته مش بتيجي عن طريق العرضيات. فتوح الموسم اللي فات من اهم لعيبه الزمالك ارسل عرضيه اسفرت عن هدف، اللي هو هدف سيف الدين الجزيري في المصري. مساهمات فتوح بتيجي من الاندر لاب، من عمق الملعب، من الباصات، من التسديدات، انها فتوح على الاطراف نفسه مش مميز. محمد عبد الشافي ما ارسل 8 عرضيات، ممكن عدد المباريات قليل. انت عارف انا قعدت اجمع كلهم ما يجوش 69، يعني تقريبا علي معلول عامل ضعف كل الباكات اللي في نادي الزمالك، ضعف يمين وشمال. اللي هم بيلعبوا في اليمين وفي الشمال. خلي بالك علي معلول غاب شويه الموسم ده، اللي هو في ماتشات كده غابها قليله مش كتير عشان كاس العالم، فدي مشكله. لو كان معانا لقطات ليها هتبين لك كمان ان في اوقات اللعيب، يعني حمزه المسلوسي في مباراه الاتحاد اكتر من كوره كانت بتتاح ليه ان يعني يرفع عرضيه في مكان عنده وقت وزمن وما بيرسلش عرضيه بشكل سليم. صحيح. المشكله الثانيه في الزمالك هجوميا بقى لاعب الارتكاز الاخر، يعني الزمالك بيستخدم امام عاشور ممكن ليه اسهامات هجوميه، لاعب الارتكاز الاخر عمرو السيسي برضه اسهاماته الهجوميه مش كتير جدا، بس ممكن يبقى لنا نتطرق لها في وقت تاني، يمكن عشان الوقت اخلي داوود بقى يشارك معايا. طيب.